موضوع الشورى الشريعه. اولا ثم برشا وخيان ماشي بالهم انه كلمه الشريعه مش موجوده في القران، ماشي بالهم انه جابوها حزب معين ولا جماعه ولا مذهب. الكلمه الشريعه موجوده في القران، قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. كلمة الشريعة واضحة في القرآن الكريم. ثم جعلناك، الخطاب موجه إلى من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما عدا الشريعة هي أهواء، أهواء يعني شهوات وآراء واجتهادات بشرية ليست بالضرورة موافقة للشريعة. كلمة الشريعة أغلب الناس اختزلوها، لخصوها في الحدود الردعية، الحدود يعني قامت القصاص وما شابه ذلك، قطع يد السارق ورجم الزاني الى غيره. وهذه الحدود ما هيش هي الشريعه، هي الحدود الحاميه للشريعه، هي اللي تحمي الشريعه من الشريعه. الكلمه العامه على الاقل باش نبسطوها نجم نقولها، الشريعه هي شرع الله باختصار، هي شرع الله ما ورد في القران والسنه. يقول القائل: واجتهادات العلماء والفقهاء هي الجانب اللي قابل للنقاش في الشريعة، فالشريعة هي جانب ثابت لا نقاش فيه هو القرآن والسنة، وفيها جانب قابل للاجتهاد وللنقاش من قبل العلماء، طبعا مش من دبابة، من قبل العلماء، هو جانب الاجتهاد. ولذلك مصادر التشريع الإسلامي القرآن والسنة، ثم يأتي بعد ذلك الإجماع والقياس وأصول أخرى كالعرف وغير من الاصول الاجتهاديه. والاجماع هو حصيله الاجتهاد الجماعي، ربما يقول الانسان الاجماع هو نص. الاجماع هو حصيله اجتهاد جماعي لعلماء الامه في وقت ما بشروطه الشرعيه. لكن المصدران الاساسيين قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم العلماء والمجتهدون. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. القياس العقلي والاجتهاد وفق ما جاء في القرآن والسنة، وفق ما جاء في القرآن. هذه مصادر الأربعة الأساسية: القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد. وأكبر شكل من أشكال الاجتهاد العقلي هو القياس. فأحنا بنقول الشريعة مش معناها أننا سنلغي الاجتهاد العقلي. هذا بعض الناس يسخروا معناها كل شيء مسكر وعنا جاهز وما ثم حتى اجتهاد في الأمور المعاصرة، مش صح. ثم اجتهاد، لكن من يقوم بهذا الاجتهاد؟ العلماء المتخصصون. كما الاجتهاد في الطب، يصيرش واحد يقول انا راني مش نبدا طريقه جديده في عمليه جراحيه، انا حديت اكتشفت طريقه ولا جزار معهم قص اللحم، لقيت طريقه جديده في قص اللحم، قول له بارك الله فيك، انت اختصاص الجزار. تجتهد في المجزرة، والمجتهد في غرفه العمليه شكون؟ الطبيب الجراح. والمجتهد في العلوم الشرعيه؟ المختص في العلوم الشرعيه. خاطر الاجتهاد سيء لعبوا به في وقت من الاوقات، ولا باسم الاجتهاد يحرم ويحرم الرسم. لا، الاجتهاد ليس في الامور اللي ثابته في القران وفي السنه. هذا اذا كان مش تحرم الاجتهاد بالطريقه هذه مش يولي لعب بالدين. نجيو للقوانين العالميه اليوم، يقول لك القائل: هل تطبيق الشريعه يتنافى مع حقوق الانسان وحقوق المراه والمجتمع المدني ولا غير ذلك؟ نقول هذه الامور كلها تقاس بمقياس الاسلام. نقيسها، شكون اللي يقدر يقيسها؟ العلماء. فما وافق القران والسنه مرحبا به، ما خالف القران والسنه نرفضهم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، الى الله يعني الى القران، الى الرسول يعني السنه الاولى. يقول القائل: قانون الطرقات مثلا موجود في القران والسنه مباشره مش موجود، هل كي نطبقوا الشريعه نخليوها ولا ما نخليوهاش؟ نخليوها، علاش نخليوها؟ لأن قانون الطرقات يتوافق مع الإسلام ويحقق مقاصد إسلامية كبيرة، منها حفظ الحياة، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أي حاجة فيها مضرة وفيها تهلكة يرفضها الشرع. كي نلقاو طريقة جديدة أبدعتها حضارة أخرى في المعاملات وتوافق الإسلام أو على الأقل لا تخالف الإسلام وتحقق المصلحة، وهذا المصلحة اللي يعتبر الإمام مالك رحمه الله المصلحة المرسلة
التي لا نص عليها بإقرارها أو بإلغائها ما دام ثم مصلحة يعني وما تتنافش مع الإسلام أو تتوافق مع الإسلام فنحن أولى بها. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. فنحاول نبسط الأمور هذه على أساس أنه زاد تطبيق الشرائع يسخر العباد راهو مش نسكروا الدنيا على العباد نقولوا لا راهو ثم مسائل ثابتة في القرآن والسنة حلال وحرام عن الحق والشتان فيه ثم أشياء اجتهادية اجتهد فيها العلماء وتتطور الفتوى فيها بتخيل الزمان. وهذا قال ابن القيم الجوزية. ابن القيم الجوزية ينتسب إليه بعض الناس وهم لا يعرفونه رحمه الله. أول من تحدث هذا العالم الرباني أول من تحدث على فقه الواقع فقه الواقع قال شروط المجتهد ما هي عديدة. مجتهد باش يجتهد في الدين أحب القرآن والسنة والمعرفة بكتب إليه واللغة العربية وعلم أصول الفقه. هو زاد شرط آخر قال الإلمام بالواقع فقه الواقع. قال أنا من يجب أن يكون عالم مجتهد إلا ما يعرف حيل المحتلين وألاعيب المتلاعبين وإلى غيره يجب يكون فيها بالواقع عم تعمل مش نجد نفسي فيه. وهذا ما يفعل الآن في مجمع الفقه الإسلامي والحمد لله من المجامع الفقهية اللي نعتزوا بها على الأقل نعطيه فكرة متاع إيجابية بس ما نصوروش أنه راهو واقع على حالك. المجمع الفقهي الإسلامي يطرح عليه مواضيع جديدة مثلا شنو مجمع الفقه الإسلامي موجود يعني في العربية السعودية في ممثل من كل البلدان الإسلامية قد يناقش وجود بعض العلماء هذا حق ولا حقوش طبعا خير من أولى لكن هناك مجموعة من الخبراء وعلماء الأمة الكبار يطرح عليه ما موقف الإسلام من طفل الأنبوب من البورصة من الهندسة الوراثية من الاستنساخ من استئجار الأرحام إلى غير ذلك. هذه أمور من التبرع بالأعضاء هذه أسئلة جديدة شكون يجاوب عليها؟ العلماء شوفوا الطريقة الرائعة اللي عملت مجمع الفقه الإسلامي. أي موضوع ياخذوا له عام يعينوا لجنة من العلماء في الشريعة باش يدرسوه ومعهم لجنة من الخبراء في التخصص ذلك. مثلا إذا كان السؤال طبي لجنة الخبراء شكون لازم تكون فيها؟ أطباء يقعدوا مع علماء الشريعة عام كانوا يبحثوا بعد عام يعملوا تقريرهم العلمي يقدموه في مؤتمر لمناقشة طفل الأنبوب مثلا ويناقش العلماء بتاع مجمع الفقه الإسلامي كل هذا التقرير ويناعد ويناقشه ثم يصوت عليه ويعتمد. فإما أن يعتمد بالإجماع عشان بالإجماع الكل موافق أو بالأغلبية وهو يسمى في الفقه الأغلبية رأي الجمهور مش معنى رأي الجمهور أغلب العلماء. فروحنا نتيجة أنه ثم التجديد الكبير ليس وقع في بلاد ليس خير وتطبيق الشريعة هو أن يسمع شد سيف وليس في العبيد هذا يسرع طير اليد وهذا كان برشنوع طير الراس وثم بعض الخيال من غير ما يشعر داخلين يصلي وجدد يوحون بهذه المظاهر السيئة ويخطئون أحيانا في التعبير عن هذه الفكرة فيرسخون ومع الإعلام المتربص بالدين وقاعد يستعرض في الأشياء هذه ويلبس في المسائل ويخوف الناس من الدين ومن الشريعة وراه كان يطبق الدين تو يقضيوا على العلم تو يسكروا المعاهد تو يسكروا الكليات تو ما عادش ثم عمل ما عادش ثم اقتصاد ما عادش ثم تكنولوجيا. وهذا مش صحيح. احنا أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ. وربما ما عادوا فينا في الجامعة تهميها من أغلب الشعب يحتاج إلى شكون يفهم بالكلمة الطيبة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الأشياء اللي عملناها طلبنا بالشريعة خرجنا في مظاهرة شهيرة في الساحة صاروا فيها قرابة 200,000 تطلب بتحقيق الشريعة لكن أسف ما لكن إن شاء الله المعركة ما زالت متواصلة لأن هذه المظاهرة كانت فيها توعية كبيرة وقيل الكلمات لكن محتاجين إلى محاضرات عديدة وندوات نشرح للعالم إيش معناها الشريعة ونبدد مخاوف الناس. هو حتى قطع يد السارق في الإسلام مش أي سارق لو عنده شروط كبيرة وضوابطه نعم في عاصم عمر سارق سارق وقطع له شده لأنه سارق بسبب الاحتياج مش سارق لبسان ما قطع له شده فثم ضوابط أو شرعية ما أنت شكون السارق بالضبط وشني الشروط وشكون يشد عليه فثم برشا تفاصيل هذه نحتاج إليها على الأقل كي يناقشوكم من برا حاجة ما تعرفهاش قولوا سامحني راني ما نعرفهاش تو نبحث فيها ونجاوب ماهوش عيب لو حتى الشيخ يجيني حاجة ما نعرفهاش كل جمعة جاية إن شاء الله نجاوب. فلكن تعاون مع الناس حتى هو يحب يحكي كان ما تعرفش قول أخويا فما نعرفش حتى شيء ما نعرفش كل شيء اللي يعلم كل شيء هو الله رب العالمين. هذا الموضوع بالنسبة
الى الشريعه. ان شاء الله اذا كان ضيعنا فرصه التحقيق تو في الدستور كذا، او مش معناها ضيعناها نهائيا، منها ولوش امور. الشريعه في جزء كبير منها راهو يتطبق في اسرنا وفي عائلاتنا وفي اخلاقنا وفي سلوكنا. هذا الدواء طبقه باللي يتعلق بنا احنا. هذا الدواء طبقه باللي يتعلق بنا احنا. شكون يطبق في الشريعه توا مع مرته وصغيرات؟ شكون يطبق في الشريعه مع الصنيع اللي خدم فيها؟ شكون يطبق في الشريعه مع جيرانه؟ شكون يطبق في الشريعه مع عرفه؟ شكون يطبق في الشريعه مع الامه الاسلاميه؟ فهذا كله داخل في الشريعه، احكام الله موجوده في كلام السنه وهي عديده ومتنوعه. هذا الدواء نطبقه توا احنا نحبوا العباد في الدين. وراه الدعوه من احسن انواع الدعوه، الدعوه بالسيره الحسنه اهم من الدعوه بالكلام. خاطر برشا ناس تسمع تتكلم باهي يقول لك والله فصيح باهي طيب ياسر. الله اعلم صحيح ولا اللي يقول فيه، كي يشوفك على اخر تطبق فيه وتعيش فيه. يحب الاسلام. يمكن شخص لو تعمل له محاضره باربع ساعات ما ياخذ منك حتى شيء. تاخذ معاه موقف ايجابي. نبيل طيب تربح للاسلام. يقول لك كيما في فرنسا تو في اوروبا كثير من الناس يسلمون باخلاق المسلمين. معملية بسيطة، واحد من خيام طالب هنا قال غاب الطالب الفرنساوي معنا يقرا معنا، مشيت زرته وهزيت له الدروس اللي غاب عليهم صورهم له، فأسلم بسبب حركة بسيطة. قال كيفاش أنت مسلم يعني وأنا مانيش مسلم وتجيب لي الدروس؟ قال لك في الإسلام رحمة للناس الكل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هاك أعطاه معنى الرحمة خير من المحاضرة. وكي يقرا في المحاضرة عن الرحمة وعن الرحمة وعن الرحمة، وبعد يجي تم أبسط موقف يقع معاه يشوف القسوة في كل أشكالها والغضب في كل أشكالها، يقول لك يقولون ما لا يفعل. والله أعلم. أشكر برشا الشيخ والأخ والزميل رضا جوادي، ونزفلكم البشرى تطبيقا للجدوى والإيجابية اللي تحط عليها، أن زرنا كجمعية أئمة تاع فرع بنزرت، زرنا شيخ أئمة بنزرت ربي يطول في عمره ويمد في صحة إن شاء الله، وتحدث عليه الشيخ اليوم في الجمعة الشيخ طاهر قبوع، قعدنا بحناه وكرمنا وقال لخصنا استثمرنا كلامه في زوج ملاحظات شخصية. قال شنو سنه يربو على اليد سنها وهو واعن وعاقل ما شاء الله. قال بالعبارة شنو الجديد اللي عندكم الأولى، يعني فعليا ولا مش فعليا؟ اثنين ردوا بالكم لابد من الإخلاص لله تعالى. توي كان حيلوا لكم الكلمة ماذا بيكم مدام الساعة العشاء إضافة أو سؤال إيجابي؟ بارك الله فيكم سامحوني. بالنسبة للمشايخ قبل ما نجاوب الأخ، وقلت في الخطبة وش اسمها نعاود الكلمة هذه، أن إحنا راهو ضد القطيعة بين الأجيال. احنا راهو الشباب اللي تجي توا لو كان مش ربي سبحانه وتعالى انعم علينا بابائنا اللي خدينا منهم الدين في فترات الجمر قاومتهم فرنسا، وفرنسا كان برنامج عندها ان تنسي التوانسه اللغه العربيه اصلا. لكن سبحان الله بارك يا ربي بارك فيهم مشايخنا كما الشيخ الطاهر والشيخ الجيزاني والشيخ الهاشمي وغيرهم من كل ولايات فيها رجال وما شاء الله علماء ابذال، الناس هم الطيبين. احنا عملنا بادره باهيه ان شاء الله انتم زاد نتصور كيما زياره تاع الشيخ. لو كانت تصير هكا ملتقيات وندوات وباسم المشايخ هذوما وتكريم لهم في اللي ورثتهم، مثلا نجي احنا عطينا جوائز وشهائد للمشايخ الكبار اللي كانوا مظلومين خاصه اللي وقع يعني قهرهم وقع كذا، يقع تكريم ويليك ان شاء الله نعمل موسوعه نتاع علماء تونس ومشايخ الفضلاء نتاع تونس حركة وفاء لهم، لأنه راهو جات فترة الزواجنا راهم احتقروهم وقهروهم وجوعوهم وأذلوهم إذلال كبير جدا. ولذلك نرجعوا لهم شوية من حقهم، وما نجم يعطيهم حقهم كان رب العالمين سبحانه وتعالى.